koy, tamam abi. Stokta varsa yarın. انا كنت دوري بدي اخذ بعض الاغراض واليوم جاي اخذ بعض الشغلات الثانيه فحبيت اخذكم معي. طبعا معي اموله. هاي اموله احكي لنا شو اخبار المدرسه معك؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايه الحمد لله. وانتم حبايبي كيف اخبار المدرسه معكم؟ نحب هدول الثلاجات يلي بتيجي هيك الفريج تحت وفوق الثلاجه يعني. نحب هذا الستايل يا جماعه كثير حلو الستايل وانا كمان حبيته. يعني بتعرفي في الستايل هذا العادي هذا اللي جنبي هذا الستايل العادي يعني بدي هيك دغير بدي شيء دغير هذا هلا احبه بس شو اخذ انا الابيض ولا الرمادي؟ انا بحس الرمادي احلى شيء ما بعرف انا شخصيا بحب الرمادي. في هي وفي هي هي اكبر شوي. ايه هي كبيره هي كمان اقصر. هي ثمنها 7800 ليره تقريبا فتقريبا هي شي 900 دولار وشوي يعني او قريبة ل 1000 دولار. المهم انا يعني قلت لكم بتحولوا يعني فانا شكلي حاخذ هي بهذا الستايل حبقى. وفي هذا الستايل هذا الستايل العادي اللي قلت لكم تيجي ثمنها ارخص شوي 7200 ليره تركي. اه يا هي اللي بدي اسوي جاكتي اند ممكن اوصل لازم نجيب لي لبس طبعا. انا حاخذ هذا الستايل اللي قلت لكم بالثلاجه وحاخذها على الاغلب امل بالرمادي. الرمادي لابق كثير للمطبخ. حاخذ هذا الستايل وهلا بدي اشوف الغساله امل في هدول هون ماركه بوش حلوه. عم دور على سامسونج يعني سامسونج كمان احلى. هي فيها 8 كيلو 8 كيلو جرام وهذا ثمنها اللي هي 3900 ليره تركي. والغسالة بدي اياها باللون الابيض. تعرفوا ليش؟ لانه الغسالة حتكون بالحمام والحمام عندي ابيض. في كمان الجلاية بس الجلاية انا اوريدي عندي بالبيت يعني جاية مع البيت فما حاحتاجها. هلا بدي اشوف التلفزيون امل. تعالي شوف التلفزيون. تلفزيونات هون مثلا هي ب 3000 ليرة زي ما بتشوفوا. هي قديش البوصة تبعها بدي اشوف فوق 49 هي يعني تقريبا 50 كثير منيحة. وثمنها 3000. في السوني كمان الكبار مثلا هي الكبيرة السوني زي ما بتشوف. هي مو سوني عفوا هي السوني. هي السوني هي الماركة جرانديك. شوفوا ثمنها هي الكبيرة هي ثمنها 6497 ليرة يعني اقل من 700 دولار. الحلو في الموضوع هون في تركيا يا جماعة في المحلات يعني هيك يعني المجازات انك بتاخذ اي شيء بدك اياه ويعني بتعطيهم عربون وبعد وبتعطيهم عنوان بيتك وبعدين هم بيجيبوا لك اياه بعد يوم او يومين ماكسيموم بيجيبوا لك اياه لحد بيتك وبعد بتكمل لهم الثمن. فما في داعي تدور على شركة لتوصل لك او سيارة او كذا هم بيتكلفوا بهذا الموضوع. فهي الشغلة كثير حلوة. هادو اخذتهم انا اخذت شو اسمه لا مو هذا الستايل انا بحب الستيل. دقيقه اورجيكم مثل هيك مثل هيك يعني مش مثل هذا الديكور اللي اخذت انا. هلا هذا مثلا طقم من تيفال حقه 1300 ليره يعني تقريبا 100 وشوي دولار يعني ما قلت لكم قديش الدولار هلا حاليا لتشوفوا انتم. ايه يعني احنا اخذنا مثل هيك يعني الستيل ما اخذنا الجرانيت. في كمان مقالي تبع تيفال شوفوا مثلا هاي تجي هالمقلايه هيك حقها 169 ليره. ايه للبيض او للكريب او لكثير قصص يعني مو بس البيض. بس البيض على فكره بتزبط لهدول شايفه هدول هيك تبع السلطه. لا مو تبع السلطه تبع السلطه والله تبع السلطه. انا بعرفهم بيطبخوا فيهم الكوريين والصينيين هيك يعني بيقلوا فيهم قصص وحكايا. وهذا البراد التركي طبعا البراد التركي هون في انواع واشكال وقصص. في هالبرادات كمان حبايبي هدول بيجوا كهربائيين. انا بدي اخذ واحد من هدول الصراحه ما بدي هذا العادي. هذا كمان حلو له حلاوته يعني بس بدي اخذ واحد من هدول. منظرهم بجنن وراقي. هذا شوفوا هذا قديش هيك راقي وكيوت. هذا حقه تقريبا 450 ليره شايفين شي 50 دولار هيك شي يعني وكهربائي وكيوت
وفخم. اخذت الشغلات اللي بدي اياهم من عندهم، ويعني زي ما قلت لكم هم بس بتعطيهم عربون بتوصلون وبيجيبوا لكم اياهم لحد البيت. هلا بدي انزل لمحل ثاني هون فيه الفرشات وقصص هيك لتخوطه وهالحكايه، يعني بدي اشوفهم. هذا هو المحل اسمه تاتش. عمل تاج او تاتش؟ هذولي تبع الحمام، انا اوريدي اخذت طقم كامل بكل شيء تبعه. هالمحل بتلاقوا فيه كل شيء هيك قصص، وانا هذولي شو جايه يعني. وسادات شايفين قديش وين تمنهم هذولي وسادات؟ وهذا هون هي مثلا 120 ليره كثير كيلو. انا بحب تكون المخده كثير رطبة. هذا المحل فيه الأواني وفيه شغلات التخوطة والفرش وهيك، وكمان فيه البرانس. أخذت البرنس تبعي فمعلش ما حأحتاجه. في هون من بيير كاردان الماركة، هون طقم تبع هالقصص وكل شيء يعني تبع هالقصص. هذول زي ما اسمهم صحون يعني. بتعرفوا ليش بجيب معي أمل؟ لأنه بوثق بذوقها، ذوقها حلو. أنا ذوقي واضح يا شباب. لهيك بجيبك معي، أما أنا مو طايقاكي يعني. لا عم بمزح، بس سوي شعراتك، زبط شعراتي مو مزبطين ابدا. فتنا كمان على هالمحل. في هذا طقم الصحون، فيه كمان شغلات. اوه بس صغار ما شو رايك حقهم؟ هذا حلوين صراحه يا جماعه، حلوين وسيمبل. سيمبل ايه، 100 ليره يعني تقريبا شيء 11 ل 12 دولار هيك تقريبا يعني. بس صغار ما هالشغل المطلوبين اللي هو صغار. تعالوا ورجيكم هون. هذا المايكرو، مو هذا مو مايكرويف، هذا فرن. انا الفرن عندي فرن. بس هذا بس بدي ورجيكم اياه يعني اعطيكم فكره على الاتمنه. شايفين بيجي زي هيك، حقه 300 ليرة. طبعا عم يتغيروا الأثمنة على حسب الماركات، كل ماركة والثمن تبعها. بس هون في تركيا بتلاقوا يعني الخيارات كلها، أي شيء بدكم اياه بتلاقوا، يعني بتلاقوا الغالي بتلاقوا الرخيص. وهي مثلا زي ما بتشوفوا هذا المطبخ، هذا المطبخ اللي عم بتشوفوه هلا حقه 2200 ليرة، يعني هيك كله بيرتبوا لكم اياه. وين رايحة شيماء؟ هذول كؤوس تبع الشاي التركي يعني اكيد بتعرفوا هون. في الصغار وفي الكبار، طبعا انا بحب الوسط دائما. اخذ 12 هيك بيجوا كثير حلوين. اي هذول كثير سيمبل، عندنا في كثير اشكال. ايه ايه دي كنت حتتكسريهم. لا 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 تخافي علي. في هاي كمان، اي هذي حلوه بس هاي سميكة. او هاي 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 شوفي هاي هاي احسن، هديك سميكة هاي احسن. قديش حقها هاي؟ هاي حقها 45 ليرة. عم بعطيكم اثمنة مشان يعني تاخذوا فكرة يعني حبايبي. اخذ هذول تبع العصير هيك، بدي اخذ لسه الطوال بس هذول مبدئيا هذول احلى طوال ما موجودين هون يعني. اخذ هذول هيك مبدئيا. شو هيك تبع الذوق تبعي بالله، لانه عن جد الشغلات السيمبل كثير حلوه. مثلا هالشغلات اللي فيها هيك خربشات صح، ما بتلبق معي كل شيء. بدي فنجان قهوه بس ما في هون. هيك انا شوفي حسيت هذا احسن من هذاك تبع الشاي. بيجي هذول مع هادي، شو رايك يعني؟ بس هذا شوفي هاد، هذا احلى. هذا سيمبل احسن، ما بحب كمان هيك. اي والله هذا احسن. اخذ هذا حاشيل هذوك لانه بيجيب هيك بال شو اسمه الصحن تبعهم بيطلع هيك احلى راف اكثر. هذولي خلص ما في داعي. هذول تبع الفواكه الجافه صح؟ ايش سميتو مهزل؟ الفواكه الجافه. اه اوكي حد اشكلها. هاي مكنسة كهربائية بتيجي زي هيك، هي حقها 450 ليرة. شايفينها؟ هي ليكا هون حاطينها هون مشان ما
شوفك بتجي صراحة حلوة. أنا بيتي هيك يعني كصالون حيصير لازمني كل يوم بج 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 ف وتمنها مناسب صراحة. هلا شي ما راحت وتركتني، راحت تحاسب وانا ضليت هون. يا الله. وبس حبايبي وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وصلت على اغراضي بدي اياهم، اكيد حاورجيكم كل شيء بس وصل على البيت، وحتشوفوا في جولة بالبيت هيك يعني بس انسق الديكورات وكل شيء. والفيديو اللي بعده حبايبي جايينا ناس ليحضروا معنا العرس، جايينا من المغرب، حتكتشفوا كل شيء بالفيديو الجاي. اشتركوا بالقناة، حطوا لايكات، ونشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله. خليكم بروحة، سلامة.